كل حاجة. وبعدين دائما أقول المهرجانات هي تشتغل لمصلحة الصقار، لمصلحة الطير، فأنا بدال لا أوفر له وأريحه وأعطيه جميع المستلزمات على أساس يرتاح فيها، أجي أضيق عليه، عجل ما راح أسوي مهرجان من البداية يا أبو ناصر. صحيح. لا أنا أقول لك شوف، التسهيلات اللي عملوها الجماعة في البرثة والله صعب. إحنا حتى جزء من التسهيلات صعب والله، إن إحنا اليوم عقب صلاة المغرب بيكون التكريم وتسليم الجوائز للخليجيين. للخليجيين يعني ما ينتظرون لين يوم السبت؟ ما ينتظر، السيارة موجودة بياخذها في نفس الوقت، الشيكات موجودة بياخذها ويصرفها في نفس الوقت يصرفها. زين وبشرك عندي أنا خبر حصري، خلي حق أبو محسن ولا وزع عطنا شوية الحين. وأحمد قلبت عندنا، وعندنا أبو ناصر، وعندنا بعد رئيس أنا تشاورت مع الأخوان في اللجنة الحين بالواتساب عشان نرفع الجوائز، واتفقنا لان احنا نرفع الجواز للعاشر. بيض الله وجهك، يستاهلون.